للقاح اللي حضرتك بتتكلم عنه، ازاي ممكن تكون جرعاته؟ وحضرتك بتقول ان هو دلوقتي اجيز ان هو يكون اقراص، ممكن يتاخد كم مره؟ احنا مبدئيا احنا الجرعه الاولانيه قدرت تصدي ضد الحيوانات وتمنع العدوى بنسبه 85%. الجرعه الثانيه بدناها بعد اسبوعين عملت بروتكشن بنسبه 95 ل 98%. 95% حصلت في انجلترا، 98% تمت في امريكا. جرعتين، الفرق بين الجرعتين دول ممكن يوصل من اسبوعين لاربع اسابيع لست اسابيع ماكسيمم. معظم اللقاحات الموجوده دلوقتي كلها فتره او معدل نسبه الاجسام المناعيه او نسبه الصد طبقا لمنظمه الصحه العالميه، مفيش لقاح بيعدي الاربع شهور. يعني اي لقاح النهارده بعد اربع شهور نسبه الاجسام المناعيه بتبقى قليله، اربع شهور، من اربع لخمس شهور ماكسيمم حد الاقصى اللي اللقاح النهارده بيبدا يمنع العدوى، من اربع لخمس شهور. بعد كده يبدا ان انا احتاج جرعه تانية للقاح، نظرا لان اللقاح ده بيديني اجسام مناعيه. الاجسام المناعيه ديت لها فتره عمر النصف، بتقل تدريجيا الى ان توصل لاربع لخمس شهور تبدا تقل خالص، اذا الانسان معرض للاصابه، فبيحتاج ان انا ادي له جرعه تانية. الشيء الكويس في اللقاح الانفي اللي انا ببدا احفز اجسام مناعيه او بنسميها جهاز مناعي غير متخصص او نون سبيسيفيك اميونيتي، دي بتبقى موجوده، بتبقى بشكل كبير جدا جدا جدا، بالاضافه للمناعه ضد الكورونا بتبقى عندي نوعين من المناعه، ده بيديني فرصه اكبر ليه. كده عشان كده منظمه الصحه العالميه بتوصي دايما للفيروسات التنفسيه اللي انا استخدم حاجه اسمها الميكوزا الفاكسين، او اللقاحات الانفيه، او اللقاحات اللي هي بتستخدم عن طريق منطقه الزور والانف، المنطقه العلويه من الجهاز التنفسي طبعا.